شركة HTC التايوانية تعرض في مدينة برشلونة جهاز جديد يسمى فلاير. هذا الجهاز من شأنه أن ينافس جهاز الآيبود. يجب الذكر بأن أحد الشركات التي ساعدت في صناعة هذا الجهاز هي الشركة الإسرائيلية للتكنولوجيا تريجين، وهذه ليست أول مرة نرى فيها تعاونا إسرائيليا مع دول أخرى في مجال التكنولوجيا، حيث تعتبر إسرائيل من الدول المتقدمة في هذا المجال.